أخبار اليوم. الكلمة الحلال بمنتهى الأمانة وتعلموا مدى صدق يعني فضل الله سبحانه وتعالى. اتفضل يا فندم. طب يوقع حد الصوت يا جماعة، الصوت يا جماعة. اللي هو في هناك هو جنب اللي هو بدنيا. بعد اذنك بس طبعا عشان الكاميرا بسرعه. لا شاوي وكل الافاضل المصريين وطبعا فيه اسامه عارفه تملص، ولكن عشان اكون صادق معاكم وحمدي مدينه انا عارف اكون معاكم برضه. انا الحقيقه ببع تحياتي لكل الساده الشيوخ القبائل والعواقل وشمال سيناء. الشاشه اكبر من كده. انا اركن كده. اركن برضو. اركن برضو. في اعمال التابعة فينا ان شاء الله.